كيف حالك يا ولدي وحال زوجتك؟ بخير. تفضل يا أبا علي. شكرا. تفضل يا ولدي. متى ستبشرنا بقدوم الحفيد الغالي يا ولدي؟ لقد طال انتظارنا يا ولدي. مضى على زواجك سنتان. أريد أن أرى أولادك يلعبون ويمرحون. صدقت يا أم علي، صدقت. كم أحب شقاوة هؤلاء الأطفال يا بني. اذهب إلى هناك، أنت تعال إلى هنا، وأنت إياك أن تتحرك. يا للمتعة. سأقص عليهم كل الحكايات التي كنت تحبها. سأحدثهم عن شقاوتك وأنت صغير. لقد طال انتظارك يا ولدي. قل لي ما بك؟ لماذا لا تتكلم؟ زوجتي تحب الأطفال وأنا كذلك، ولكن ماذا؟ ماذا يا ولدي؟ ألم تذهبا للطبيب للعلاج؟ بلى يا أم، لقد أجرينا فحوصات كثيرة من أجل ذلك. والنتيجة؟ الطبيب يقول لو أنجبنا فقد ننجب أطفال المرضى، وهؤلاء الأطفال سيكونون ضحية الإصابة بالأمراض الوراثية. ماذا تقول؟ لماذا يا ولدي؟ ما السبب؟ السبب لأننا لم نجري الفحص الطبي قبل الزواج. إن الفحص الطبي قبل الزواج يجنب الزوجين المشاكل الاجتماعية والنفسية، ويمكنهما معرفة أسباب الإصابة بالأمراض الوراثية حتى يستطيعان علاجها قبل إتمام إجراءات الزواج.